مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في جولة جديدة من رياضة اليوم، والبداية من المغرب. فبعد توصل الجامعة الملكية المغربية برسائل عدة من ناديي الوداد والرجاء تطالب بعدم إغلاق ملعب محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، أشارت مصادر إعلامية إلى أن جامعة الكرة تتجه إلى التوصل لاتفاق مع الشركة المكلفة بإصلاح الملعب من أجل تأجيل بعض الإصلاحات إلى نهاية الموسم الحالي. وأفادت ذات المصادر أن رئيس الجامعة فوز لقجع قام ببعض الاتصالات مع مسؤولين في وزارة الداخلية وأيضا في مجلس مدينة الدار البيضاء قصد تمكين ناديي الوداد والرجاء من الاستقبال في المركب الرياضي محمد الخامس، خاصة نادي الوداد المقبل على خوض غمار منافسة دوري الأبطال الإفريقية. تطرح الجمعة تذاكر مباراة نادي اتحاد طنجة وضيف الرجاء البيضاوي، والتي ستقام يوم الأحد المقبل في الثالثة عصرا بملعب طنجة الكبير، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لإياب البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب لكرة القدم. وتتراوح أثمان التذاكر بين 20 و30 درهما، ومن المتوقع أن تشهد نقاط البيع إقبالا كبيرا من طرف الجماهير الطنجاوية والرجاوية على حد سواء. وكان الرجاء يسعى لمواجهة فارس البوغاز في مدينة برشلونة نهاية الشهر الماضي، إلا أن السلطات الإسبانية رفضت إقامة المباراة لتزامنها مع مباريات من الليغا، مما سيصعب على الجهات الأمنية تأمين تحركات الجماهير المغربية والتي كانت ستتوافد على المدينة الكتالونية من المغرب وأوروبا لمتابعة اللقاء. في المغرب دائما أثار منشور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أثار جدلا واسعا داخل المغرب وخارجه، حيث كتب رونالدو: انتهى العمل، شكرا للمغرب، وهو يستعد لمغادرة مدينة مراكش على متن طائرته الخاصة. وبعد نشره لصورة رفقة والدته وابنه جونيور وكتابته لهذا التعليق، ذهب البعض إلى القول أن رونالدو حل في المغرب هذه المرة من أجل الاستثمار وليس للسياحة فقط، مستندين في ذلك لما كتبه النجم البرتغالي حين قال انتهى العمل. ودخل رونالدو قبل أشهر في مجال الاستثمار السياحي، حيث قام بشراء بعض الفنادق وفي أماكن مختلفة من العالم، وقد يوسع من الرقعة الجغرافية لاستثماراته عبر الدخول لعالم الفنادق والمنتجعات السياحية في مراكش، المدينة التي تعلق بها نجم النادي الملكي وأصبح يزورها بشكل دائم. تمكن المنتخب المالي من التأهل لنهائي كأس إفريقيا اللاعبين المحليين لكرة القدم المقامة حاليا برواندا، وذلك بفوزه على نظيره الإيفواري بهدف دون مقابل من توقيع اللاعب يافيس بيسوما قبل دقيقتين فقط على صافرة النهاية. هذا وسيواجه المنتخب المالي في المباراة النهائية والتي ستجرى يوم الأحد القادم، سيواجه نظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية والمتأهل على حساب المنتخب الغيني وبضربات الجزاء. كرويا، دائما تمكن فريق إشبيلية من التغلب على ضيفه سيلتا فيغو وبرباعية نظيفة في ذهاب الدورة نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وكان لقاء النصف النهائي الأول قد ابتسم أمس لفريق برشلونة وبسباعية نظيفة في شباك ضيفه فالنسيا. سجل الأوروغويان لويس سواريز 4 أهداف السوبر هاتريك، فيما تكافل الأرجنتيني ليونيل ميسي بالثلاثية الهاتريك. من جهة أخرى، رفض الإنجليزي غاري نيفيل مدرب فالنسيا الرد على الأسئلة المتعلقة باستقالته من منصبه بعد هذه الخسارة القاسية، والتي ستنضاف إلى سجل النتائج السلبية لنيفيل الذي أخفق في تحقيق الفوز في الليغا منذ توليه مهمة تدريب فريق الخفافيش مطلع شهر دجنبر الماضي. No, I won't sleep well tonight, for your information. لا، لن أنام جيدا هذه الليلة، لم يعجبني ما شاهدته. فمشجع فالنسيا لا يستحقون ما حدث هذا المساء، ويتوجب علينا أن نستعيد عافيتنا على وجه السرعة. بالنظر لأجندة المباريات، لما تحقق ولما ينتظرنا، ولإدراكنا الطريقة التي سوف نتقدم بها ومعرفتنا بحجم الطموح والثقة التي يتمتع بها الفريق، لا نملك إلا أن نهنئ النادي واللاعبين والمشجعين ونتعهد بحصد المزيد من الكؤوس. إذا كان من الممكن أن نحقق ذلك مع تقديم كرة قدم جميلة تمتع الجمهور، فإن ذلك سوف يكون جيدا جدا.
في بلجيكا أسقط هينفان مدرب نادي جينت اسم الدولي المغربي مبارك بوصوفا من لائحة الفريق التي ستخوض غمار منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ورفض فان الاعتماد على بوصوفا في اللقاء المقبل مع فولفسبورغ الألماني والمقرر في 17 من الشهر الجاري. وسبق للمدرب أن ألمح في تصريحات صحفية سابقة بأنه غير راضي عن هذا التعاقد الذي جاء دون علمه وفي الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي الأخير. وطلب فان بوصوفا بالعمل الجدي للحصول على مكانة رسمية في تشكيلة الفريق المتصدر للدولي البلجيكي. وكان الدولي المغربي مبارك بوصوفا قد انضم لجنت ناديه الأم على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم قادمة من فريق لوكوموتيف موسكو الروسي. تغلب نادي أبردين على ضيف سيلتيك بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء عن الجولة 24 من الدوري الاسكتلندي لكرة القدم ليقلص الفارق عن ضيفه المتصدر ويضيق عليه الخناق في الجولات المقبلة. وحسم نادي أبردين اللقاء في الشوط الأول حيث افتتح باب التسجيل في الدقيقة 31 بهدف حمل إمضاء اللاعب جوني هايس. وبعد هذا الهدف بست دقائق فقط أضاف اللاعب سيمون كورش الهدف الثاني، فيما جاء هدف سيلتيك الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق اللاعب لي غريفيت ليرفع أبردين رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف سيلتيك الذي بقي في الصدارة رغم تلقيه الهزيمة. إلى أمريكا الجنوبية الآن، حيث وقع نادي سيزار فاليخو البيروفي في فخ التعادل مع ضيف ساو باولو البرازيلي وبهدف لكل فريق في لقاء عن الدور الأول المؤهل لدور المجموعات من مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم. وتميزت المباراة ببداية قوية لأصحاب الأرض حيث تمكن اللاعب هوبرغ من زيارة شباك النادي البرازيلي في الدقيقة 19 وبطريقة رائعة. إلا أن الدقيقة 66 حملت خبرا سارا ساو باولو الذي تمكن من تعديل النتيجة بهدف من توقيع اللاعب غاليري ليتأجل الحسم في هوية الفريق المتأهل لدور المجموعات لمباراة الإياب والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل. بعيدا عن ملاعب كرة القدم، فاز الإيطالي إيليا فيفياني بالمرحلة الثانية من نسخة الثالثة لطواف دبي للدراجات الهوائية والتي امتدت ل 188 كيلومترا لينتزع بالتالي القميص الأزرق ومعه صدارة الترتيب العام المؤقت. وأنهى دراج فريق سكاي مسافة المرحلة في 4 ساعات و7 دقائق و42 ثانية متقدما في نهاية مثيرة على مواطنه ساشا مودولو من فريق لامبر ميريديا وجياكومو نيزولو من فريق تريك فاكتوري والذي أكمل هيمنة الدراجين الإيطاليين على المراكز الثلاثة الأولى. من جهة أخرى احتفظ المغربي سفيان هادي من فريق سكاي دبي الإماراتي بالقميص الأبيض المخصص لأصغر متسابق، لكنه فقد في المقابل القميص المخصص لبطل السرعة لفائدة البولندي مارسن بيالوبلو من فريق بروسايج لينج البريطاني. نختم رياضة اليوم كالعادة بأخبار الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA، حيث قاد نجم كريس بوش فريقه ميامي هيت للفوز على مضيفه دالاس مافريكس وب93 نقطة مقابل 90 في لقاء قمة في الإثارة لم يحسم سوى في الثواني الأخيرة من المواجهة. فعلى ملعب أمريكان إيرلاينز سنتر لم يستطع المضيف دالاس تحقيق أفضلية واضحة على ميامي الذي تمكن من إنهاء الربع الأول متعادلا بعدما كان متأخرا ب4 نقاط. وفي الربع الثاني أخذ ميامي المبادرة وسجل تقدما طفيفا بقيادة نجمه كريس بوش الذي سجل 20 نقطة في اللقاء وقاد فريقه لاسترجاع نغمة الفوز بعد خسارته في المباراة الماضية من هيوستن روكيتس. في المقابل وقف دالاس عاجزا عن تجاوز منافسه وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي والرابعة والعشرين في الموسم الحالي.
field in this quarter. The Mavericks 4 for 5. Bosh! Ferocious to the hoop. 18 for Bosh. ختام رياضة اليوم، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.